محدش كان مصدق اللي حصل لحد ما البواب أكد كلام كل واحد فيهم، وأكد إن فعلا كان بيسمع أصوات وصوت طبل ومزيكا، وكان بيطلع ما بيلاقيش حد خالص فوق. وأهلا بيكم، أنا هاني النادي من المدفون. فلنبدأ. في وسط البلد في القاهرة عند تقاطع الشارع الشريف من شارع قصر النيل، في هناك عمارة شهيرة جدا في تاريخ مصر، عمارة الإيموبوليا. واتبنت عمارة الإيموبوليا سنة 1938 وفيها 370 شقة ومساحتها 5444 متر مربع. والعمارة بتتكون من برجين، برج بحري من 11 دور والبرج القبلي 13 دور، وفيها 27 أسانسير. وكان إيجار الشقة أول ما اتبنت العمارة ديت من 6 ل 12 جنيه حسب مساحة الشقة، وكان مبلغ كبير جدا ساعتها. علشان كده معظم سكان العمارة دول كانوا من الفنانين والأثرياء والسياسيين والفنانين والأغنياء. اللي سكنوا العمارة ديت كان نجيب الريحاني ومحمد فوزي ومحمود المليجي والفنانة ماجدة وكاميليا والفنانة ليلى مراد وزوجها أنور وجدي. لكن أنا مش هحكي لكم عن تاريخ ليلى مراد الفني أو مين هي ليلى مراد الفني أو الكلام ده كله. تقدر تخش على جوجل لو ما تعرفش مين هي ليلى مراد وتبحث عليها وتعرف كل حاجة عنها. هنتكلم النهاردة عن شقة ليلى مراد المسكونة. كانت ليلى مراد ساكنة في الدور 11 في عمارة الإيموبوليا، وتوفت يوم 21 نوفمبر سنة 1995، ولحد يومنا دوت لسه الاساس بتاعها والعفش يعني بتاع ليلى مراد موجود زي ما هو بالظبط في الشقه. السرير اللي اتوفت عليه، المطبخ اللي كانت بتقعد فيه، الدولاب بتاعها والتسريحه، كل حاجه اللي في الشقه موجوده زي ما هي لحد يومنا دوت، وحتى السفره اللي كانت بتاكل عليها برضو موجوده. طب كويس لحد هنا. بعد وفاه ليلى مراد ورث الشقه ديت ابنها زكي فطين عبد الوهاب. بعد ما ورث الشقه دي ما غيرش فيها اي حاجه خالص، وده علشان حبه الشديد جدا لوالدته. وفضلت الشقه مقفوله بعد وفاه ليلى مراد. وبعد كده جه المخرج خالد الحجار اللي هو صديق الفنان زكي فطين، وكان المخرج خالد الحجار متعلق جدا عماره اللاموبيليا وبالذات شقه ليلى مراد لان كان بيحبها جدا. فطلب من ابنها زكي فطين انه يشتري الشقه بتاعت والدته باي ثمن هو عايزه، لكن زكي رفض جدا وقال له مش هقدر ابيعها لان من ريحه والدتي وبحبها جدا وما ينفعش افرط فيها، ممكن اجرها لك ما عنديش اي مانع. فرح جدا المخرج خالد الحجار انه اخيرا هيسكن في شقه ليلى مراد. بعد كده زكي فطين خد المخرج خالد الحجار علشان يفرجوا على الشقه من جوه وعلى العفش اللي فيها. ولما دخلوا المطبخ هما الاثنين، فخالد سمع صوت واحده بتقول له اهلا بيك، اهلا اهلا. فبص كده حواليه علشان يعرف الصوت ده جاي منين، مش شايف اي حاجه تانية غير زكي معاه في الشقه. لكن خالد الحجار حس ان الصوت اللي هو سمعه دوت صوت الفنانه، بس ما حطش في دماغه وما كانش معاهم اي حد غير زكي. لكن خالد الحجار حس ان الصوت دوت الفنانه ليلى مراد، ما حطش الموضوع في دماغه وقال يمكن بيتهيأ له علشان كان متعلق جدا بالشقه دي وكان نفسه جدا اللي هو يسكن فيها ومتاثر بعفشها اللي كانت بتستخدمه في الشقه، فما حطش في باله وقال كده كده دي تهيؤات. المهم بعد ما المخرج خالد الحجار خد المفتاح الشقه من زكي واستقر خلاص فيها، وفي ليلة الأولى من الشقة وهو قاعد على المكتب بيكتب سيناريو الفيلم من الأفلام، وكان مطفئ أنوار الشقة كلها ومحضر فنجان قهوة بتاعه ومولع جنبه الأباجورة وعمال بيكتب السيناريو. والكتابة خدت منه وقت كبير جدا وساعات، وكان مرهق جدا من كتر الكتابة لحد ما الساعة جت 2 بالليل. وقتها بيقول خالد الحجار وأنا قاعد على كرسي المكتب حسيت في خيال أو طيف عدى من قدامي وأنا قاعد، بس ما اهتمتش، يمكن دي كلها تخيلات او هلاوس بسبب الارهاق والتعب وكثرة التركيز، ويمكن بسبب الكتابة عناية وتعبتني وزغللت، فكملت كتابة عادي وما اديتش اي اهتمام. بعد كام دقيقة عدى برضو الطيف ده والخيال من قدامي، فهنا بقى قال لأ انا كده مش هعرف اكتب تاني، اوقف كتابة النهاردة وافضل قاعد على الكرسي اراقب ايه اللي يعدي من قدامي دوت او ايه اللي بيعدي من حواليه. ومفيش بكام دقيقة عدى الخيال تاني قدام عينه وشاف بنفسه الطيف كأنه على هيئة امرأة كانت لابسة روب أبيض وشعرها أسود قصير وماشية بكل هدوء وسلام جوه الشقة. بيقول خالد الحجار إن شبح الست ديت ما زعجوش ولا خوفه، بس كل اللي أنا عملته لميت الأوراق من على المكتب وحطيتها في الدرج وقلت خلاص كفاية لحد كده النهاردة شغل، باين إن أنا أرهقت نفسي من كتر الكتابة وإني بقيت أهلوس وتهيأ لي حاجات من التعب. وفعلا دخلت أوضة النوم ونمت. ومرور الايام وهو في الشقه، طول ما هو في الشقه كان حاسس انه مش لوحده وان في حد عايش معاه لكن ما بيشوفهوش. ومن الحكايات الغريبه اللي بيحكيها خالد الحجار انه في يوم وهو نازل الصبح من الشقه، قبل ما ينزل راح فتح الشبابيك بتاعه الشقه كلها ورفع الستاير علشان الشقه تتهوى وتدخل لها شمس. وهو راجع للشقه اخر اليوم بعد ما خلص شغله
لاحظ حاجة غريبة جدا، الستائر اللي كان منزلها والشبابيك اللي كان فاتحها لقاها متقفلة والستائر ملمومة. هنا خالد الحجار قال يمكن نسيت افتحها قبل ما انزل، لكن الموقف ده اتكرر معاه كذا يوم لدرجة انه خلاص حس ان الموضوع ما بقاش غريب وانه بقى روتيني يومي. ولكن مين اللي بينزل الستائر ويقفل الشبابيك؟ الله اعلم. المهم بقى كل يوم خالد الحجار بقى بيشوف اطياف واشباح كتيرة جوه الشقة، مش بس اشباح الست ديت، لا ده حاجات كتيرة جدا بتظهر. بس اكتر مكان كان بيحس بيه بالاشباح دوت في الشقة كلها هو المطبخ. بيقول خالد الحجار بقيت احس ان مصدر الاشباح دوت الصورة القديمة اللي متعلقة على الحيطان والعفش القديم اللي فيها. لكن المخرج خالد الحجار قال يمكن يكون السبب فيا انا مش في الشقة، ممكن انا بقيت مريض نفسي وبتهيأ لي حاجات مش موجودة. وفي يوم من الايام جاله صديق علشان يبات عنده ويقعد معاه في الشقة، وهم قاعدين مع بعض وسهرانين بالليل، فصاحبه استأذنه اللي هو يدخل الحمام، فقال له خالد ادخل الطرقة دي هتلاقي الحمام على يمينك. اول ما دخل صاحبنا الطرقة ديت كانت الصدمة، شاف شبح الست اللي لابسه روب ابيض، بصيت له بابتسامة. وهنا صاحب رجع جري على طول، وخالد قال له انت لحقت دخلت الحمام؟ فقال له صاحبه لا 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 معلش انا دخلتش الحمام، بس انا مش هقدر اقعد معاك تاني، انا هاخد بعض وهمشي. خالد قال له ليه كده، انت زعلت مني في حاجة او انا زعلتك في حاجة؟ حكى له صاحبه على اللي شافه. وهنا خالد ما بقاش عارف يرد عليه ويقول له ايه، وخصوصا انه عايش في الشقة ديت وعارف اللي بيحصل فيها بقاله فترة. لكن خالد هنا اتأكد ان كل اللي بيشوفه دوت ما كانش اوهام ولا تخيلات ولا خيالات، وان الشقة فعلا مسكونة. وفي مرة تانية جه واحد صاحبه تاني وبات معاه، هو داخل المطبخ علشان يعمل له كوباية شاي، شاف شبح لراجل فجري بسرعة على أوضة النوم وقفل عليه الباب. وأول ما قفل الباب لقى الموبايل بتاعه وقع من على كمدينه، وفي نفس اللحظة اللي وقع الموبايل صورة من اللي كانت متعلقة على الحيط وقعت هي كمان، والصورة دي كانت متعلقة بقالها سنين على الحيطة. لكن اشمعنى في اللحظة دي اللوحة وقعت والموبايل كمان وقع مع بعض؟ الله أعلم. وفعلا اتكرر الموقف دوت كتير جدا مع أصدقاء خالد، وتأكد خالد ان الشقة فعلا مسكونة. المهم قصة الشقة المسكونة ديت اكلت دماغ خالد، وقرر ان يفتش في الشقة كلها ويشوف العفش اللي فيها ويبص فوق الدولاب وتحت السرير وفي درجة تسريحة، لعله يكون في حاجة تفسر سبب ظهور الاشباح ديت، وخصوصا ان مقتنيات ليلى مراد كانت موجودة في الشقة زي ما هي. ولكن هو نسي يدور في مكان، وهي الصندرة اللي فوق مطبخ الشقة. حاول خالد ان يفتح الصندره ديت ويشوف فيها ايه، لكن كل مره يحاول يفتح فيها الصندره يفشل، وبيقول انه كان بيحس كان في شيء غريب بيحاول يمنعه من فتح الصندره دي. وفي يوم خالد طلب من صديق ليه انه يجي للشقه ويساعده في فتح الصندره اللي فوق المطبخ، ولما صاحبه جه جاب سلم ووقف عليه ولقى الصندره بتاعتها مقفوله بقفل برزه، فحاول انه يفك المسامير بتاعت الرزه دي، وهو واقف على السلم لقى السلم اتزحلقت بيه مره واحده وكأن في حد شده وقعه على الأرض واتصب كدمات وكان ظهره هيتكسر. وبعد الحادثة دي خالد ما عادش ليه الجرأة انه يفكر حتى يقرب من الصندرة وكبر دماغه منها. فهنا خالد قرر انه يتصل بالصديق زكي فطين عبد الوهاب ويحكي له على اللي حصل في الشقة هو واصحابه، وحكى له على شبح الست اللي شافه، واول مرة في الشقة كانت لابسة روب ابيض وشعرها اسود. فزكي صدم وقال له انت عارف يا خالد الوصف اللي انت بتوصفه ده بالظبط؟ ده شكل امي ليلى مراد الله يرحمها، يوم وفاتها كانت لابسة نفس الروب دوت اللي انت بتحكي عليه، وكانت فعلا قصة شعرها. فهنا قرر زكي انه يعترف لخالد بالحاجة الغريبة اللي هي كانت بتحصل له، وقال له الحاجات اللي بتحصل معاك في الشقة ديت بعد وفاة والدتي ليلى مراد، انا كنت قاعد في الشقة فترة وكنت دايما بشوف الحاجات الغريبة اللي بتحكي عنها، وبالذات شبح الست اللي كانت لابسة روب ابيض وشعرها اسود، وكنت بشوف شبح الست ديت بحس فعلا انها امي، وخصوصا انها بتبقى ماشيه في الشقه بهدوء وسلام، ما كانتش بتتكلم او بتتحرك او بتحرك اي حاجه في الشقه، وما كانتش بتسبب لي اي خوف او ازعاج. فهنا نفسيتي ابتدت تتعب وقفلت الشقه وعزلت منها وسكنت في حته تانية، وفضلت الشقه مقفوله فتره لحد ما انت جيت وسكنت فيها. المهم بعد المكالمه ديت المخرج خالد الحجار قرر يستعين بشخص روحاني من المتخصصين في عالم الجن والاشباح، وبعد ما الشخص ده عين الشقة كلها قال لخالد عن المفاجأة، قال له الشقة ديت مش مسكونة بالجن نهائي. هنا خالد اتصدم وقال له امال ايه اللي انا بشوفه دول؟ فقال له ده نوع من انواع الطاقة اللي موجودة في المكان، ونصيحتي ليك يا خالد انك تحاول انك تتواصل معاهم وتكلمهم عادي، لان النوع ده من انواع مسالم جدا وغير مؤذي. وبعد كده قرر المخرج خالد انه يجرب نصيحة الشخص الروحاني ده ويجمد قلبه ويحاول يكلمهم في مرة من المرات. وهو نايم على السرير سمع صوت دوشة حواليه، كان في ناس بتتكلم مع بعض، وحس ايد حد منهم
بتحط على كتفه. هنا خالد قال بصوت عالي وبكل ثقة: ممكن تسيبوني أنام من فضلكم؟ وبالفعل الصوت سكت خالص مرة واحدة، والإيد اللي كانت على كتفه اتشالت وكمل نوم عادي. وفي مرة تانية كان راكب الأسانسير ونازل بيه، وجي الأسانسير عند الدور الخامس ووقف مرة واحدة. تعال بالك الدور الخامس ده علشان ليه قصة تانية كبيرة جدا هحكيها لكم يوم بعدين. ففضل خالد يدوس على الزراير الأسانسير علشان ينزل حتى أو يطلع، لكن الأسانسير وقف خالص. راح الأسانسير نزل للدور الرابع ووقف، وبعد كده طلع تاني للدور الخامس ووقف، وفضل متعطل بيه في الدور الخامس. وفضل على كده الأسانسير يطلع وينزل ما بين الرابع والخامس. وهنا خالد بصوت عالي قال له: ممكن تسيبوني أنزل بعد إذنكم؟ وبعد ما قال كده الأسانسير نزل على طول من نفسه، مفيش أي حاجة حصلت. وبيقول خالد إن بعد كده اتعود عادي إنه يعيش مع الأشباح دي وإنه ما يخافش منها، ومقتنع إنهم مش مؤذيين نهائي. صحيح إنه بيشوف وبيحس بيهم وأوقات بيتضايق من وجودهم، لكن مش بيخاف منهم. لحد ما في مرة من المرات المخرج خالد الحجار حصلت حاجة غريبة، قرر من بعدها إنه يسيب الشقة. بيقول وهو نايم سمع صوت الظرف بتاعة الدولاب بتتفتح وبتتقفل مرة واحدة بصوت جامد قوي بقوة فظيعة، وفضلت تتفتح وتتقفل مرة ورا مرة وعمال تترزع. من هنا راح هو قايم من على السرير على طول، لبس هدومه بسرعة وهو نازل شاف البواب العمارة، فقال له خالد: أنا خلاص مش هقدر أكمل هنا تاني في الشقة دي. وحكى للبواب على اللي حصل معاه، وهنا البواب قال له: أنت عايز نصيحتي؟ قال له: طبعا. قال له: سيب الشقة دي بسرعة، الشقة دي مسكونة، وأنا لو مكانك مش هقعد فيها تاني حتى لو قالوا لي، خد فلوس واقعد فيها واسكن فيها ببلاش. فهنا استغرب خالد جدا من كلام البواب وقال له: للدرجة دي الشقة دي فيها مشاكل؟ فرد عليه البواب وقال له: أيوه، كل السكان اللي في العمارة عارفين ان الشقة اللي لينا مراد دي مسكونة من زمان جدا، ولو انت مش مصدقني اسألهم بنفسك هيقولوا لك على كل اللي كانوا بيشوفوه. معظم السكان هنا كان بيشتكي من شقة ليلى مراد، بيقولوا كان بيطلع منها اصوات مزعجة واصوات حفلات وموسيقى واصوات عزف واصوات عزف بيانو وحفلات وضحك وتهريج، وانا كنت عارف ان الشقة ما فيهاش حد، ولما كانت السكان بتشتكي اطلع الشقة الاقي فعلا ما فيهاش حد. وبعد ما خالد سمع كلام البواب قرر انه ما يقعدش تاني في الشقة، رغم ان كان نفسه ونعينه ان يسكن في الايموبوليا، كان حلم حياته كمان يسكن بالذات في شقة ليلى مراد. لكن بعد اللي شافه دوت عقله ما قدرش يستحمل ولم هدومه وحاجته وادى المفتاح لصديقه زكي فطين وقال له: لحد كده متشكرين قوي. ورجعت الشقة مقفولة تاني زي زمان، لحد ما قرر الفنان زكي ابن ليلى مراد ان يبيعها، وفعلا باع الشقة بكل اللي فيها من عفش وحاجات ومقتنيات ليلى مراد، وباعها لواحدة اسمها منار وهي عايشة بره مصر وكانت بتدور على الشقة في وسط البلد. ولما شافت شقة ليلى مراد عجبتها جدا وكانت فرحانة بيها واشترتها بالفعل من ابنها زكي فطين. وبعد فترة طلعت منار في مقابلة صحفية مع الإعلامية منى الشاذلي وقالت لها بالفعل إن شقة ليلى مراد مسكونة، ولحد وقتنا هذا اكتشفت حاجات كتيرة فيها. طب لحد هنا والمخرج خالد الحجار فضوله لسه ما انتهاش من ناحيه عماره الايموبيليا، قرر انه يبحث تاني في التاريخ ويعرف ايه قصه العماره الغريبه دي، ويعرف هل في احداث تانيه حصلت في العماره ديت غير ليلى مراد ولا ايه اللي حصل. وبالفعل بعد البحث لقى ان في جريمتين قتل حصلت في العماره سنه 1995، وهي نفس السنه اللي توفت فيها ليلى مراد، الا ان ليلى مراد ماتت موته طبيعيه جدا ما فيهاش اي كلام، لكن اللي احنا بنتكلم فيه جريمة القتل. واللي حصل ان كان في ساكن جديد في الدور الخامس طلب من السمسار اللي جاب له الشقة انه يجيب له خدام علشان تنظف الشقة، مفيش مانع لو تطبخ له كل يوم وتكنس له وتمسح له. وبالفعل السمسار جاب له الخدامة وفضلت تشتغل في الشقة لحد ما في يوم من الايام اختلفت مع الساكن على الاجرة واختلف معاها على الفلوس، حصلت ما بينهم خناقة وزعيق انتهت في الاخر ان الساكن ده طلع سكينة وقتل الخدام. وبعد ما قتل الخدامة اتصل بالسمسار اللي جاب له الخدامة وخلاه يجي الشقة بسرعة، وراح له الشقة وراح هو كمان مطلع سكينة وقتل كمان السمسار. كده يبقى عندنا في الشقة جثتين في نفس السنة وفي نفس العمارة مات تلاتة، اللي هي ليلى مراد والخدامة والسمسار. الكلام ده كله حصل بالظبط في الدور الخامس اللي كان بيعطل فيه الأسانسير، وبعد جريمة القتل دي سكان العمارة أوقات كتير الأسانسير بيقف فيهم في الدور الخامس وما بيتحركش ويعلق شوية ويشتغل تاني. ومن الحاجات الغريبة اللي في العمارة ديت وفاة المطرب والفنان والملحن محمد فوزي اللي اتصاب بمرض نادر جدا وما قدرش الأطباء يشخصوا حالته ونزل وزنه ل 36 كيلو ومات. ومن الحاجات الغريبة كمان هي وفاة الفنانة كاميليا اللي كانت ساكنة في العمارة ديت وماتت في حادث طيران واتحرقت جثتها بالكامل واتفحمت كمان. غير كده كمان الفنانة اسمهان شقيقة الفنان فريد الأطرش اللي ماتت في حادثه عربيه وقعت بيها في الترع. وكل الحوادث الغريبه ديت خلت عماره الايموبيليا
تاني أكبر عمارة مرعبة في مصر بعد عمارة رشدي في الإسكندرية، وكل حالات الموت الغريبة ديت في العمارة هي اللي ألهمت المخرج خالد الحجار إن يعمل فيلم جديد مستوحى من عمارة الإيموبيليا، جريمة الإيموبيليا. وبالفعل اتصور الفيلم جوه العمارة، حتى الممثلين وفريق العمل اللي كان في الفيلم أكدوا بقى يسمعوا أصوات غريبة جدا ويشوفوا أطياف أشباح وحاجات غريبة كانت بتحصل لهم أثناء التصوير. بس دي كانت قصتنا عن عمارة الإيموبيليا وعن شقة ليلى مراد الله يرحمها واللي حصل فيها، وكان بيحكي المخرج خالد الحجار اللي كان عايش فيها. لكن سؤالنا النهاردة بقى، هل فعلا لما حد يموت في مكان بتفضل روحه متعلقة في نفس المكان وبتظهر للبشر اللي عايشين فيها في نفس المكان؟ الله أعلم الحقيقة فين. لكن في النهاية بطلب منكم طلب صغير، لو انت مشتركتش في قناة المدفون انزل اشترك النهاردة وشير الفيديو دوت مع أكبر ناس واعمل لايك وكومنت، واشوفكم على خير في حلقة جديدة من المدفون، وديت حلقة بسيطة عن ليلى مراد. وسلام.